ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب ينال بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى، وقد يطول الكلام حول هذه 10، ومنها تدبر كتاب الله، واستدل بالرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص لأنه يحبها، لأن فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أحبه ويحبه بسبب محبته لهذه السورة، وذكر فيها الأخوة في الله، وذكر فيها الإيمان بأسماء الله وصفاته، وذكر من الأسباب 10 القيام بالفرائض والاجتهاد في النوافل إلى غير ذلك. ومن الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله هذه التي جاءت في هذا الحديث، إن الله يحب العبد التقي، أن تكون تقيا فتجتنب ما نهى الله عنه وتفعل ما أمرك الله به. فالتقي يراقب الله في ألفاظه، فلا يلقي للسانه العنان، وإنما يتحفظ في ألفاظه وينطق بما يرضي الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وآخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والتقي يراقب الله تعالى في جوارحه، فإذا عصى الله سارع في التوبة، وإذا أطاع الله انكسر لربه سبحانه وتعالى، ولا يغتر ولا يقول: بلغت من العلم ما بلغت، وبلغت من الشهرة ما بلغت، وصرت في منزلة فلان وفلان، وإنما تجده منكسرا لربه، خائفا وجلا، يعظم ربه ومولاه، ويتهم نفسه بالتقصير، ويتوب إليه ويفر إليه سبحانه وتعالى. كذلك الغني، الغنى غنى النفس، والغني بالله عن خلق الله، فلا يلجأ إلى البشر. إذا أراد الذرية لا يقول: فلان يهب الذرية، وإنما غني بالله عن خلق الله. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا أصابته مصيبة فهو غني بالله عن خلق الله. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، سورة التغابن. يلجأ إلى الله في الملمات ويفر إليه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. غني بالله عن خلق الله إذا أنعم الله عليه بالنعم. قال موسى عليه السلام، قال الله عنه: تولى إلى الظل، وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال عن سليمان عليه السلام: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقالت هاجر لإبراهيم عليه السلام لما تركها في الواحة وليس معها أحد من الناس إلا ابنها، قالت: إذا لن يضيعنا. فتلجأ إلى الله وتفر إليه وتستغني به عن خلقه. قال الله تعالى: وما يستوي البحران
هذا عذب فرات سائغ شراب، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ومن لجأ إلى الله واستغنى بالله عن خلق الله أعزه الله، وكان عفيفا في الدنيا سعيدا بما عند الله سبحانه وتعالى، وجعل له الله تعالى المخارج من الكربات. ومن جعل خلته في الناس فإنه يعيش فقيرا ذليلا منبوذا، يحقره الصغير والكبير، ويتحاشى لقياه الغني والفقير، لأنه يلهث خلف الخلق الضعفاء المساكين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. مع أنه ذا عيال له من الأبناء ما يصير عالة عليه، وهو في أمس الحاجة إلى المال وإلى الغنى، ومع هذا عفيف لا يسأل الناس شيئا، وإنما يسأل ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الصفة الأخيرة الخفي، أن تكون خفيا من أكثر ما يضر أهل الطاعة الظهور أمام الناس، لذلك تخفي عملك عن الخلق. وكان السلف كانوا ضحاكين بالنهار بكائين بالليل، إذا رآهم الناظر أو الرائي حسبهم من أغفل الناس، وحسبهم من أهل الدنيا، وإذا خلوا بربهم انكسروا له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وفي لفظ إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالواجب عليك إذا أردت ما عند الله أن تجعل بينك وبين الله أسرار، من الطاعات، من ذكر الله، ومن الصدقة على المساكين والفقراء والأيتام، ومن أعمال الخير وأعمال البر تتخفى بعملك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه سبحانه وتعالى، إلا في بعض الأعمال التي يحسن ظهورها أو إظهارها.
كصلاة الجنازة وصلاة الجماعات والجمعة وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت أن فلانا أو أن أناسا يقتدون بك تظهر عملك الصالح. ومن شر الناس من يظهر للناس الخير وإذا خلى بربه عصاه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تجده في وسط الناس يستمع إلى المحاضرات، فإذا خلى بنفسه استمع إلى ما يغضب الله ورأى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. تجده خاشعا باكيا أمام الناس، وإذا خلى بربه عصى ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله أباء منثورا. قال ثوبان راوي الحديث رضي الله عنه: صفهم لنا جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاتصف يا عبد الله بهذه الصفات من هذا اليوم إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى لتكون محبوبا عند الله جل وعلا. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.